عاشرة أنهم كيفو؟ أنهم أي الإمام الكاظم سلام الله عليه تحرر من السجن. قلتلك صراحة لو لا؟ أنا أقول أصلك صراحة أنه تحرر من السجن إلى الحرية الحقيقية بموته مظلوما، وليس إلى الدنيا كما هو العادة في من يطلق سراحهم. فإنه إذا أطلق سراحه في الدنيا سيكون قد خرج من سجن إلى سجن. أقول لا سبحان الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أما إذا ذهب إلى ربه ومقاماته العليا فقد نال الحرية الحقيقية من أضيق السجون. ومن هنا ورد أن هارون العباسي، ولا أريد أن أسميه رشيد، ليس برشيد، ليس برشيد، ليس برشيد، إن هارون العباسي أرسل إليه يطلب منه مجرد الاعتذار لكي يطلق سراحه. قل له اعتذر لي، تعال لي بالمجلس اعتذر لي وانا زستك بيتك، يطلق سراحك اعتيادي. يجاوبه بالله ما مضمونه، فاجاب ما مضمونه. قل له، هذا الرسول اللي جاي، قل له ان اي يوم يمضي فانه يقلل من ايام بلائي، كما انه سيقلل من ايام سعادته وملكه، اي سعادته بالخلافة والدنيا المستوسخة له.